فينك الملك؟ وفينك يا سيدنا؟ وفينك يا امير المؤمنين؟ فينك؟ وتعالى شوف طلع لنا اش اطاري عندنا، وتعالى شوفنا الملك اجي شوفنا، راه ما لاقين ما ناكلو. واش حنا الشعب؟ واش حنا مسلمين ولا يهود؟ وحنا مسلمين ولا يهود؟ واش حنا يهود ولا مسلمين؟ ورا حنا مسلمين، ورا شردتينا، ورا ضيعتونا، ورا حيدتو لنا ماكلتنا من يد من من من, من دفامنا، وحيدتو لنا فين نباتو، وحنا غنديعو في الزناقي، وحنا غنمشيو للصوبات ونطلبو، وحنا حنا غنحيدو ديك لاكارت اللي حنا با حنا مسلمين. هجاله بعدا مع الديتاريه كان بها الحريره في هاد السوق، السوق هو حيد، وحنا ما عندنا ما ناكلو في السوق، ما عندنا السوق مشى لينا. والسكنه مشات لينا، فينا بلاصه غادي نمشيو حنا؟ حنا راه حنا مسلمين ماشي يهود. كان بعدا من القله يدير لينا عام حالات ويقول تعرفوا معانا ويدخلنا البركه، بعدا يخرجنا من هنا ويدينا تما، يعطينا محالات، محالات يعطينا عام حالات، يدير لينا عام 30 متر و 40 متر يبني لنا ابارتمات، ويدوزنا ويعطي لولادنا ويعطي لبناتنا، كل شيء ضايع، ضيعنا من السوق وضيعنا من المحل. واش حنا دابا وضيع ولادنا من المدرسه؟ الدراري كيقراو قسم كله باح، ملي قال لي الاستاذه قالت لهم واش نتوما كلشي راه الدوار؟ قالوا لا كلشي بقى واحد في القسم. دابا كلشي ترفض، كلشي اشكارته، كلشي تعرض. دابا الدراري ولادنا غيدوزوا الاجرام، فين غاش ياكلوا؟ السوق مشى، كناكلوا منو الخبز؟ كنبيعوا فيه المسمن، نبيعوا فيه الحريره، كنبيعوا اربع ديالتنا. كاس ساعات على وليدك درهم يجي يعطيك، يبيع وحوطة، يبيع مطيشة، يبيع بطاطا، وراه ضيعونا ضياع علي. كان بعدا من القلة يهزونا حنا عين السلام، وحنا اللي حررنا، حرر والدينا وحررت عدوسي. حنا كنا في سكان، كانت عدوسي في استقلال، هاد البركة من استقلال كانت هنا اللي خارجة عدوسي وخارجة شيقي. ودركا مني غادي نمشيو؟ لحنا ما بقيناش فيهم، لحنا يهود كي خانت فين غنمشي؟ دابا انا حاطه حوايجي ما لقيت فين نمشي. انا من وفيا السكر مريضه، انا من البارح وانا دي نقلب على الكرا كنمشو 60 70، تما مالي الكاريان ما ندخلوكمش، تما مالي الكاريان ما ندخلوكمش. قال لك لا ما بغيناك، ما عندكمش، قال لك ما عندكمش، جيبوا لنا بغيتو ندخلوكم جيبوا ورقه ديال الشركه فانتوما خدامين، بما نضمنوا رزقنا فين كاين. ايوا كان عامل قال يهزنا ويدينا عيبني لينا ودخلنا البنكه ويعطونا بنيتي محلات، ونمشيو حنا نشدو البركه حنا ونديرو السوق حدانا تما، ونبيعو نشرو تما حدانا، وديك البلاصه نمشيو لها كاملين مجموعه يجمعنا فيها ونولو نتعاونو معاها. انا كنرفع الله، كنرفع الله تعالى ياخذ حقي، وحنا نصلو وغنهزو كفوفنا لله. حنا الحق ديالنا عند الله، الا سيبهم ربي حنا سيبناهم، لا هما تغاو علينا، حنا راه حطينا امرنا لله. اللي حنا مراد فينا السكر ضيعنا، ما لقيناش ما ناكلو، مشردين من دابا. الناس دابا المؤمنين اللي كيشوفنا راه كيجيب لنا المسمن، يجيب لنا الخبز، ما عندناش باش نطيبو، حيدنا البوطه، ما لقينا ما لقينا ما نسخنو من بردو. جاتنا الدقه ما لقاتش عندنا حتى 100 درهم. يلاه بنيتي ما اش نقول لك خويا، حنا فين غادي نمشيو؟ فين غنمشيو في هاد البلاد؟ واش هاد الملك ديالنا بغى يشرد، بغى يشرد الامه ديالو؟ حنا ما لاقينش الكرا، الكرا ما لقيناش، الناس ما بغاوش يكرو صحاب الدوار، ولادنا كيقراو هنا، عندنا خدمتنا هنا، حنا ما شي خدام وشي ما خدامش. انا بوحدي اللي خدامه، انا مطلقه وعندي جوج الاولاد اللي عندي، عندي امي مريضه عندها السكر، فين غادي نمشي؟ فين غادي نكري؟ 40 الف ريال غتكري ليا؟ اش غندير في هاد البلاد؟ نخرج برا نتسحر، نخرج على فراسي العافيه. انا دابا اكثر من عام وحنا معدين هنا في هاد البلاد، اش غنديرو؟ يعطونا حل. كيقول لك سيدي حجاج، سيدي حجاج فين غتمشي؟ ما بقيناش كنفكرو. كيقول لك غتشجر وتحفظ ب 4 مليون، فريا داك 4 مليون من غتجيبوها؟ من غتجيبو داك 4 مليون؟ داك 4 مليون كوكاز عندنا، كلشي زدنا على مليون ودفعنا بارطمون وما تكرفزوش، تكرفيزه بحال كدايا، ولينا باركين وما يدير في ديورنا. الله يجعل ربي ياخذ فيهم الحق، هادي الحاجه الوحيده اللي يطلب الواحد، الله يجعل ربي ياخذ فيهم الحق. حنا ما راضيينش هذا الوضع اللي هنا فيه، وما راضيينش هذا الوضع اللي حنا غنمشيو ليه على برا. حنا هنا ما بقينا كنعزو، ما بقينا كناكلو، ولينا باركين والعقل ديالنا مرفوع، ما بقات عندنا لا الحياه، ما بقات عندنا حتى شي حاجه. بغاو يقتلونا، يقتلونا في هاد البلاد. ولادي جوج كيقراو، انا مطلقه، عندي جوج الاولاد اللي عندي، اختي خدامه كنربح 40 الف ريال، 40 الف ريال غنمشي نكري بها اختي.
40 ريال واش هما كيطالبوا قالك باش تسجل وتحفظ 4 مليون فين هي اختي 4 مليون كون كتعد كاع مليون كنمشي نتفاد بها البارطمون سكنت فيها وما تكرفش تكرفيزني مقرفصه فيها ولادي انا دابا ولادي في المدرسه ملي غادي يجيو كنفكر واش غنوكلهم كنفكر ولادي شنو غنوكلهم باش شنو غادي نعطيهم من الصباح وانا كنقول غنجي ولادي مع الغدا اجي نمشي لهم ماكله في الزنقه وغدا ثاني اش غنوكلهم كتجي الدري كتجي بحال هكا تقول يا ماما فين غنمشيو قلت لها معدي فين غنمشيو غنبركو في الزنقه غنبركو في الزنقه دابا حنا تقبل 15 يوم وحنا باقيين الخدمه ما خدامينش فين غنمشيو اختي فين غنمشيو يورونا هاد الناس اللي باغي يشردونا فين غادي يدونا اش غنديرو يعطونا عشي عشي امل غير شويه يعطونا غشي حاجه عشي حاجه كاينين الناس هنا ما عندهمش راه مازال كنقول لك انا خدامه راه كاين لنا الف فرانك ما كيلقاهاش راه كاينين الناس كيلقطوا الخضره خارجه من السوق وحق الله العظيم اقسم بالله العظيم رجعوا من حبسوا من في شهر سعود ما بغوش يقيدوا منا ودابا ردوا لنا ولادنا للمدرسه دابا حنا شاري الكتب وشاري لهم الشكاير ديالهم دابا ولادنا فغان شدو مختي قريهم عليك يا سيدي ربي هزينا لك الرجاء وحنا من غيرك انت كنترجوك يا سيدي ربي يا ربي وما ضاعونا وتغاو علينا يا ربي وانت اش تقول وهما تغاو علينا وجاو لينا كيخرجوا فينا وكيلعوا فينا عيدوا لنا الماكله وعيدوا لنا ديورنا عيدوا لنا محلاتنا وتغاو علينا وانت اش تقول يا سيدي ربي واش غتسيبهم ولا ما غتسيبهمش حنا غنصلوا وغنمدوا كفوفنا لله نصلي الفجر نقول يا ربي لا انت كتشوف ونصلي العصر نقول يا ربي لا انت كتشوف ونصلي المغرب نقول يا ربي لا انت كتشوف حنا بنتنا دوك حنا مشينا تشردنا ودعنا ونخرجوا نطلبوا في زناقي